السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الشابتر الثاني من وحدة أو مساق معالج دقيق مايكرو بروسيسور باك كنترولر. موضوعنا اليوم هو سيمي كوندكتر ميموريز، يعني ذاكرة أشباه الموصلات. مش هنتكلم المرة هذه عن الذاكرة قرص الصلب مثلا المغناطيسي وما إلى ذلك، نتكلم عن إيش؟ ذاكرة أشباه الموصلات، يعني بتعمل تشيبس مش أقراص مغناطيسية زي في الهارد ديسك، تمام؟ بداية هنتكلم عن شوية على الأوتلاين تبع الشابتر. عندنا هنتكلم عن الترمينولوجي أو important terminology، مواصفات خاصة للذاكرة أو memory chips. وحنتكلم كمان ان شاء الله عن الانترنال اورجانيزيشن، تنظيم الداخل للكمبيوتر، بعدين كتعريف مكونات الحاسوب طبعا، بعدين في الواحد ثلاثة هنتكلم عن ميموري كاركترستكس، مواصفات او خواص او مكون او كاركترستكس الخاصة بالذاكرة زي كباسيتي السعة والاورجانيزيشن تنظيم الذاكرة وسرعة الذاكرة السبيد تبعها، تمام. ثم سنتطرق لاحقا الى انواع الذاكره. النوع الاول طبعا هو الروم اللي هو ريد اونلي ميموري، في انواع كثيره منها زي البي روم والاي بروم والاي اي بروم والفلاش ميموري اي بروم والماسك روم. هذه كلها انواع هنتطرق لها كانواع من الروم، مميزاتها تنظيمها وما الى ذلك. ثم سننطلق النوع الثاني برضه من الذاكره اللي هي سيمي كوندكترز اللي هي الرام، الرامات اللي راندوم اكسس ميموري اسمها رام، وفي منها نوعين اللي هو اس رام وفي عنا الدي رام. الاس رام اللي هو ستاتيك رام، وفي برضه عندنا كمان عندها غير الاس رام عندنا الان في رام اللي هو نون فولتايل رام، هنتعرف عليه ايش يعني ايش هو نون فولتايل رام، وعندنا الدي رام اللي هو ديناميك رام. وبعدين هنتطرق الى موضوع كمان الباكجينج وادريسنج، وكيف نرسل البيانات في داخل الدي رام اللي هو مواصفاته خاصه، وهنتكلم برضه عن الدي رام اورجانيزيشن، تمام. نبدأ الآن المحاضرة إن شاء الله. أول حاجة عشان قبل ما نخش على الذاكرة نتطرق إلى موضوع بعض الأهاش بعض الترمينولوجي المهمة أو الخواص أو المميزات أو الأمور الهامة في موضوع الذاكرة. أهم شيء كيف نقيس الساعة، وعشان المراجعة بنذكر موضوع أنه عندنا البت هو عبارة عن باينري ديجيت، يكون يا صفر يا واحد، ويرمز وهي رمزه في مربع صغير يكون صفر مثلا. وعندنا أبايت، البايت بيكون من 8 بيتس وبكون هيو بايت 8 بيتس حسب الرسمة. وعندنا النبل اللي هو نص البايت اللي بيكون 4 بيت. وعندنا الكلمة بتكون من ايش 2 بايتس اتليست، يعني عندها اقلش 2 بايتس فبكون عندها ايش 8 و 8 ورا بعض 16 بيتس، تمام. هذه الوورد او الكلمة، تمام. Everything shown in the, on display، أي حاجة بنشوفها على شاشة الجهاز الحاسوب، سواء كان شاشة حاسوب لابتوب أو جوال أو كان الحكاية مع معالج دقيق كنترولر، في هنا هيكون عندنا اللي هتكون هي عبارة عن هي relative size of these units، يعني عبارة عن رموز تم أو أشكال أو حروف أو كلمات تم اختصارها وتعريفها بشكل متناسب مع هذه الوحدات اللي هي البيتس والبايتس. All are composed of any combination of zeros and ones، كله مكون من اصفار وواحدات، كله بتشوفه على الشاشه مكون من اصفار وواحدات حسب الرموز هذه اللي والمكونات اللي حكينا عنها بت بايت نبل او وورد. طبعا كيف تحسب البيتس والبايتس؟ قلنا من زمان الكيلو بايت هو 2.10 بايت، بمعنى اللي هو 2.10 بيكون كيلو بايت، بتكونش 1000 كيلو 1000 بايت، وانما الكيلو في النظام العشري لانه جاي 2 اس كذا الاساس 2 بيطلعش 1000 بالضبط، فبيطلع فاخذناها قيمه ايش ال 1024. الميجا نفس الموضوع اللي هي ايش 2 اس 20 وبيطلعش برضه مليون، بيطلع مليون وكسر مليون رقم اضافي، تمام. وهذه حكينا عنها زمان. ال 16 ميجا بايت اوف ميموري مثلا بتكون 16 ضرب 2 اس 20 اللي هي ايش بايت اللي هي 16 ميجا، ولا 2 اس 4 يعني اللي هي 16 بتساوي 2 اس 4 ضرب 2 اس 20 اللي هي الميجا، بيطلع يعني 16 ميجا بتساوي 2 اس 24 بايت، تمام. 2 اس 24 ايش بايت، اوكي. طبعا نيجي عشان نتذكر موضوع الاساس 2 كيف تنظيمها، الباور اوف 2 يعني سموها عندنا 2 اس 0 1 2 اس 1 2
لعند 2.7 بيطلع 128، 2.8 256، 2.9 بيطلع ايش 512 اللي هي بعدين 2.10 اللي هي بيطلع عمليا المفروض تكون الألف، بس بيطلعش ألف بالضبط، بيطلع 1024 تمام كيلو للكيلو. وعندنا الميجا 22 بيطلع الميجا، وعندنا الجيجا اللي هي 32 اللي هي الجيجا، وعندنا 42 الايش برضه الليترا، وكلها طبعا مش هيطلع بالضبط مليون والف مليون يعني مليار، ومش هيطلع ايش التيرا اللي هي مليون مليون تمام، مش هيطلع بالضبط في زي ما حكينا زي ما صار مع الكيلو 1024 هيطلع عندنا رقم هام مش كله اصفر، بعد الواحد هيطلع فيه رقم اخرى تمام. حكينا عن الموضوع ده بالزمنات ولاحظناه، حكينا عنه مش هنعيده كمان مرة. نيجي الآن بعد النقطة هذه إلى الإيش؟ أنواع الذاكرة. عندنا نوعين الرام والروم. الرام باختصار من إيش جاية؟ من راندم أكسس ميموري، يعني بسموها ريد رايت ميموري برضو. راندم أكسس دخولها دخول عشوائي ويتم القراءة والكتابة منها بشكل مستمر أثناء عمل الحاسوب. يعني المعالج بخش بقرأ منها ويستخرج بيانات من الرام وبدو كما، وبعدين ممكن كمان يخزن في 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 هالذاكرة في الرام هذه كمان بيانات، فهي راندوم اكسس يعني دخول عشوائي وخروج عشوائي، فهي ريد رايت بسموها. يوزد باي كمبيوترز اوف تمرستري، ثم يتم استخدامهم اجل التخزين المؤقت من اجل المعالجه او ما الى ذلك عندما يكون الحاسوب يعمل او المعالج عمال بيعمل حسابات رياضيه او معالجه بيانات او ما الى ذلك تمام. يعني مثلا معالج او بنفذ برنامج او بعمل معالجه بيانات. داتا از لوست، البيانات تتم فقدانها زي ما انتم عارفين من زمان لما نطفي الكهرباء عن هاي الذاكره، بسموها هيك فولتايل ميموري، فولتايل تفقد محتواها فورا انفصال الكهرباء عنها. طيب نيجي هنا على موضوع الروم، ريد اونلي ميموري. الروم كونتينز بروجرامز اند انفورميشن اسينشال ايش اسينشال تو اوبريشن اوف ذا كمبيوتر. الروم بيحتوي على البرامج الاساسيه والمعلومات الضرورية عشان يشغل الحاسوب، فهي طبعا بتكون مخزنة بشكل دائم هان، وبالتالي مفروض تكون من خواصها تكون ايش؟ انه البيرمننت ثابتة، كانت بيتش تشينج مش ممكن نغيرها مش نشغل الجهاز، نلاقي مثلا على سبيل المثال البرنامج البايوز هو عبارة عن نظام التشغيل الأساسي في كل جهاز حاسوب، اللي بيعرف المكونات المذر بورد وما هو متصل منها زي الرام وباقي قطع الشيبس تاعت الصوت وكارت الشاشه وغيره تكون انفقد يعني فجاه، فلو انفقد بطل الجهاز يشتغل، فلا يكون بيرمننت زي هيك، هاي شو يكون بيرمننت فش يتغير. فذا انفورميشن على الروم بتكون ايش دائما بيرمننت، لا يمكن تغييرها، مش واحد بخش عليها بسهوله من واحد بالغلط من المستخدمين اللي طبعا ما عندوش علم بالحاسوب او عنده نقص علم بالكمبيوترات، ليخش على البايوز مثلا ومغير محتوياته، هوب ناخذ جهاز خربان والمذر بورد بدها ايش؟ اعاده برمجه، واحيانا بكون طبعا امر صعب، فبيضطر الواحد يدخل ايش؟ تروح على ايش؟ اسئله المهملات كل المذر ايش؟ بورد. لو صار في تغيير، فلذلك تكون ايش؟ كانت في تشينج لا يمكن تغييرها. از نوت لوست، لا يمكن تفقد بطريقه او باخرى لما تكون الكهرباء ايش؟ تفصل الكهرباء عن الجهاز. فروم از ايش؟ كولد نون فولتايل ميموري، ذاكره غير متطايره، يعني غير متطايره لا تفقد محتواها عن انفصال او انقطاع التيار الكهربائي. تمام؟ نيجي هنا على الانترن اورجانيزيشن للكمبيوترز، مكونات الحاسوب بشكل عام عشان احنا عارفين طبعا من قبل بس عشان التذكير. بتكون طبعا من المعالج سنتر بروسيسنج يونت، وحدة المعالجة المركزية، والميموري الميموري الذاكرة اللي هي من بنوعيها الرام والروم مثلا، وفيها منها الاشي الاكسترنال هارد ديسك بسموه، وعندنا الاسطوانات طبعا الذاكرة عشان تشتغل بدها هدول، بدها الذاكرة اللي فيها برنامج التشغيل عشان تشغل يقوم بتنفيذ المهام الأساسية للحاسوب وتعرف على قطع الهاردوير مثلا زي البايوز. وفي عندنا الرام اللي هو بيكون في عملية تبادل البيانات وتنفيذ البرامج فيها ومعالجة البيانات تمام. هدول إضافة خارجية للتخزين الدائم طويل الأمد. عندنا الاي او ديفايسز اللي هي ايش؟ وحدة تحاول الإخراج اللي هي عارفينها كيبورد ماوس كاميرا مونيتور برينتر سبيكر وغيرها. طبعا الاتصال بين السي بي يو والمعالج مع هذه الوحدات يكون عبر سترايبس أو أشرطة يسموها الباس سيستمز، باس سيستمز حنتعرف عليها في المحاضرة الجاية الأسبوع الثالث تمام بالتفصيل تمام. فالباس سيستم هذا بكون هدول السترابز اللي بتعمل كونكتنج بتربط بين السي بي يو وإيش وهذا تحاول الإخراج والذاكرة تمام.
سنترال بروسيسنج او انترنال عفوا اورجنايزيشن الحاسوب مكمل فيها. في عندنا مكونات الحاسوب او تكوين الحاسوب سي بي او بروسيس انفورميشن ستورد ان ميموري. الاي او ديفايسز بروفايد ذا مينز اوف كوميونيكيشن وذ ذا سي بي او. عندنا المعالج هذا هو بيعمل ايش معالجه البيانات في الذاكره، والاي او ديفايسز بحيث الاخراج بتعمل ايش طريقه للتواصل مع ايش مع الحاسوب، سواء ندخل له بيانات او نستخرج منه بيانات مع قصد مع وحده مع السي بي او مع وحده المعالجه المركزيه. السي بي او از كونكتد تو ميموري اند اي او ثرو سترايبز اوف واير كولد اباس. يعني طبعا بتوصل السي بي او مع الوحده تحاول الاخراج ومع الذاكره بمين بالوايرز اللي بسموها باس سيستم، تمام بسموها الباس اللي هي الوايرز اللي بتوصل السترايبز هذه، تمام. الميموري سيمي كوندكتر، الميموري هاي نرجع لكم ميموري كاركترستكس يعني خواص او ايش كاركترستكس الذاكره او شخصيه الذاكره مميزه الذاكره. فعندنا الميموري سيمي كوندكتر تشيب كاباسيتي اول حاجه اللي هي الكاباسيتي تبعتها. طيب نحكي عن سيمي كوندكتر ايش تشيبس، تشيبس يعني نحكي عن مش عن الاقراص الصلبه وغيره وغيره. It can be هذا الشيب it can be units of kilobits kilobit megabit mega أو إيش and so on. يعني بدي يقولنا هان إنه الشيبس تاعت السيمي كوندكتر ميموري بنقسمش بالبايت. كل لما أقول اسمع الميموري عندها اسمه مثلا كيلو أو ميجا ميموري بتكون قصده إنه ميجابت أو كيلوبت في الذاكرة، نحكي عن جيجابت في الرامات مثلا، نحكيش عن جيجابت في الشباس تبعت الرام مثلا and so on. تمام. فنيجي هان the capacity of a memory IC chip is always given in bits، تمام in bits. The memory capacity of computer system is given in bytes. كل نظام لما نحكي عن الكمبيوتر كله ذاكرة الحاسوب نحكي عن ايش عن كل مجموع الذاكرة chips داخل ركبات على الرام مثلا، فكر الرام اللي في قلبه chips جنب بعض مظبوط في الرام. لما نحكي عن الذاكره كلها بنحكي بتاعت الحاسوب كله نحكي عن بالبايت، بس لما نحكي عن الشيب الواحد بصير الحكي بالبيتس. فلو قرينا هذا في مقال علمي او غيره وغيراته نفرق بنحكي عن الشيبس ميموري تشيب او بنحكي عن ايش الذاكره تحت ايش الكمبيوتر ايش ميموري، ها بيختلف تمام. او البي سي ميموري، البي سي ميموري بالبايت، الميموري تشيب او ميموري اي سي تشيب كباسيتي بالبيت، تمام. ميموري اورجنايزيشن تنظيم الذاكره، طبعا احنا عارفين اللي هو الميموري تشيبس بتكون عباره فيها في ترتيب معين، بتكون من لوكيشنز مواضع تخزين سموها عباره عن اي سيات. لو في اي حد فتح الرام اسهل شيء، الرام شاف طلع عليها شيء في مجموعه اي سيات الموصلات، وكل اي سيه من هذه تحمل لوكيشنز، تمام. وهي اللوكيشنز بتخزن يا 1 بت يا 4 بت 8 بت او حتى تصل عن 16 بت، تمام. وهذا حسب تطور التكنولوجيا كل مره بتزيد عن 16 بت موجود. The number of bits that each location within the memory chip can hold is always equal to the number of data bins on the chip. يعني الشيب عنده مثلا 8 داتا بن، تمام. فبالتالي اللوكيشن بيعمل ايش 8 بت. الميموري تشيب عنده البنز، عنده البنز بدخل الاصابع اللي بيدخلوا في السيستم يعني بوصل الميموري للشيب هذا. البنز عنده 4 بنز فقط بيكون عنده 4 بت هكذا 16 بن يعني 16 بت، تمام. The number of location within the IC always equals to 2 to the power of the number of the address pins. يعني عدد اللوكيشنز عدد مواضع التخزين اللي هم بحط في قلب كل واحد فيهم 1 بت او 4 بت او 8 بت، عدد المواضع هذه بكون to the power of 2. فلو مثلا عندنا to power 2 لمين؟ للادرس بنز. عندنا مثلا 8 ادرسز 8 ادرس بنز عفوا بكون عندنا 2 اس 8، عندنا 7 6 عندنا 6 ادرس بنز بكون 2 اس 6 هكذا. نوضح المثال بالمقال او بالتوضيح التالي. برضه كمل اورجنايزيشن سمرايز الملخص تبع السمرايزيشن. الميموري تشيب كونتينز 2 اس اكس لوكيشن. شو الاكس هذه؟ هي شايفينها هي مسطر هنا. هذه 2 اس اكس لوكيشن. شو الاكس؟ اكس از ذا نمبر اوف ادرس بنز. فهي عندنا موضع 2 3 لعند هنا، هذه بنعبر عنها بعدد البنز تعاد ايش الادرسز، و2 اس اكس بتطلعنا عاد ايش كم موضع تخزيني او كم لوكيشن في الذاكره. طيب وكل لوكيشن هاي في واي عندنا بتعبر لنا كم بت
بتخزن، تمام؟ كم بت بتخزن، يعني واي از ذا نمبر اوف ذا داتا بنز، مع الجهه اللي بكون داتا بنز بتوصل فيها مثلا، تمام؟ فبكون عندنا واي داتا بنز، فبكون عندنا واي بتس، يعني 4 بتس، 5 بتس، 6 بتس، حسب كم بن عندنا بوصل للداتا، بس عاده بكون عدد زوجي. ذا يعني 2 4 16 8 ما الى ذلك. ذا انتاير تشيب ويل كونتين، تلاقي ذا انتاير تشيب ويل كونتين 2 اس اكس ضرب واي بتس، يعني عندنا 2 اس اكس ادريسز لوكيشنز يعني ضرب عدد البتات اللي هو الواي. Where x the number of address bins and what is the number of data bins on that chip. تمام؟ يعني 2 أس 6 ضرب الواي، عندنا 2 أس 4 ضرب 8، 2 أس 4 ضرب 4 مثلا، هكذا حسب كم كم الاكس عندنا بن البنز تاعت الادرس والواي البنز تاعت الداتا، تمام؟ وهذه بتعطينا ساعة الشيب كله على بعضه قديش، انت يا الشيب والكونتين هذه الكمية 2 أس 6 ضرب واي بتس، هي الكبسة تبعته، تمام؟ مهم السبيد برضه امر مهم جدا سرعه الذاكره سبيد هان هي المقصود فيها سرعه ايش الدخول الى واستخراج البيانات من الايش من الذاكره تمام كان بي اكسسد يعني which in which data can be accessed the speed of the memory chip is commonly referred to as access time يعني هذه سرعه الذاكره مقصود فيها دائما سرعه ايش الدخول الى ايش سرعه الدخول الى الذاكره او الاكسس تايم varies من النانو سكندز تتراوح من بعض النانو سكندز الى hundreds of نانو سكندز الى مئات النانو سكندز حسب نوع ايش التكنولوجي المستخدمه في الاي سي تبع ايش الميموري تمام the shorter the access time the better and more expensive the memory chip طبعا كل ما وقت الدخول الاكسس بوينت تايم هذا قل يعني بتكون الذاكره افضل لكن هذا طبعا قد يؤدي الى انه يزداد سعر هذه ايش الذاكره تمام الآن نجي على النوعين الأساسيات هذه كلها general information عشان نخش لما نخش بعض التفاصيل تلزمنا لفهم خواص الأنواع اللي هنتكلم عنها الآن تمام فعندنا الآن نبدأ في النوع الأول اللي هو الروم ومنه مجموعة أنواع تمام الروم هو does not lose زي ما حكينا الكونتنت لما طفينا الكهرباء non volatile تمام أحيانا لأنه بفصلش لا يفقد محتواه عندما تفصل الكهرباء عنه هذا الروم والروم في منه انواع البي روم والاي بروم والاي اي بروم والايش فلاش اي بروم واند ماسك روم هتكلم عن كل واحد فيهم بالتفصيل الان ايش بروم يعني قلنا روم لحالها يعني ريد اونلي ميموري والبي بروجرامبل روم يعني يتم برمجتها من قبل المستخدم بي روم از يوزر بروجرامبل ميموري تمام وبالتالي يمكن يبرمجها المستخدم كيف تمريتها بيكون الذاكره تشيب هذا فيه مجموعه فيوزات راكبه فيه فيوزات تمام فيوزز طبعا هذا السي دي روم بتعرفوه مش فيوزز هذا عباره يتم حرق ضوئي يعني في سنسور ضوئي بشوف وين البكسل او المربع اللي تم حرقه من حرقش في اسطوانه الدي في دي او السي دي او غيره وبالتالي بقرا اصفار وحدات بطريقه ايش وين المربع المحروق وين مش محروق في الملف في ايش في الكومباكت ديسك لانه هذاك موضوع تخزين ضوئي مش تخزين زي هذا بنحكي عنه دير بالكم فالهان في هذه الشيبس تحت البي روم في عندنا فيوزات موزعه على الخلايا في بتاعت البي روم تمام على السيلز تحت البي روم لما نحرق هذه لما نحرق الفيوز بلوينج يعني نفجر الفيوز بتم باش بتصير ايش عمليه البرمجه بحرق الفيوزات هذه فبنغير الموضوع اللي مش في شيء بوصل وش بوصلش كهرباء فلما فيش توصيل كهرباء بكون انفشاعات صفر في توصيل كهرباء للفيوز هذا او الفيوز يعني بطل يوصل او فصل خلاص بصير ايش؟ انه صفر وما الى ذلك او حسب. Must be discarded if the information burned is wrong يعني الذاكره هذه لو حرقناها غلط فجرنا الفيوز بطريقه غلط برمجناها غلط برميها على الزباله تمام يعني لا يمكن استخدام هذا ايش؟ هذا النوع من الذاكره تم برمجته بطريقه خاطئه من البدايه. وكان بسموها OTP اسم ثاني للروم للبي روم اللي هو وان تايم بروجرامبل حال هذه اللي هو لا تم برمجته مره واحده وبنرميه اللي اذا كان تم برمجه غلط فبسموه وان تايم بروجرامبل وان تايم بروجرامبل تمام النوع الثاني يسموه الاي بروم هذا لتحسين الوضع تبع بي روم راح عملوا حجمه اريزابل بروجرامبل روم يعني هذا تم تصنيع شيب معين تكنولوجيا جديده يستطيع الواحد ايش انه عن طريقه يعيد برمجه الروم لو صار في خطا بتبرمجه من جديد
وهذا كله باستخدام اليو في ايبروم يسموه ايش الالترا فايوليت، اشعه ايش فوق البنفسجيه، تمام. بتم اعاده برمجه الشيب هذا، فبتعمل ايش الاو ميكينج تشينجز ان ذا كونتنتس اوف بروم، يعني بس بجعل تغييرات لايش لمحتوى البروم، تغييرات تصحيح خطا من نحيه وبرجم جديد. A widely used EEPROM is called UV EEPROM. أكثر عشان هو تم عاد برمجته باستخدام الألترافيولت، تمام الألترافيولت. وريزنج its content can be can may take يعني up to 20 minutes. يعني تم عاد البرمجة تبعتها ومحي المحتوى القديم عشان يحط محل إيش جديد بده 20 دقيقة تقريبا أو إيش ثلث ساعة يعني. هاي فك هاي رسمة توضيحية أو شكل إيش الإيبروم في طبيعة. عندنا طبعا البنز هذه زي ما الاي اللي هي بتجي من عند الاي 0 لعند الاي 7، بعد عندنا من هون على الجهه الثانيه في كمان 8 9 11 و10 و12، هذه الادرس بنز، هذه عباره عن ايش الادرس بنز الادرسز. وعندنا الاو والايش اللي هي الاوتبوت والانبوت، وهذا سي اي اسمه شيب سيلكت، وهذا ايش اللي هي اوتبوت انيبل ادخال يعني السماح بايش باخراج البيانات. وعندنا اللي هي الرايت انيبل WA موجود بتكون هذه اللي هي ايش ثاني، وعندنا VCC وعندنا VBB. VBB هي اللي هي البروجرامينج بن، هذا البن للبرمجه، والVCC هي تزويد الذاكره بالكهرباء بالفولت يعني عشان تشتغل بدها كهرباء، بدل ادخال كهرباء من VCC البرمجه من هان، والباقي ادريسز وادخال بيانات وامور سنتطرق لها لاحقا زي السماح بالادخال السماح بالاخراج واختيار تشيب سيلكت، اختيار التشيب اللي حندخل عليه اي تشيب فيهم، تقولنا في اكثر من تشيب بيكون بداخل الذاكره، نختار اي لوكيشن يعني تمام، او نختار عفوا التشيب سيلكت يعني انه نعمله نختار الادخال. طبعا لما يكون عندنا الاشاره هذه عشان احذفها شويه، في عندنا الرمز عليه فوق شحطه كبير يعني هذا داش داش يعني زي او اي وسي اي، معناته الكلام هذا انه يتم تفعيل البن هذا يعني بصير فعال البن يسمح بادخال يعني تشيب هامس تشيب سيلكتد يعني بندخل عليه بيانات او بنستخرج منه بيانات لما يكون ايش اكتف بسموه لما يكون ايش صفر بسموه في الحاله هذه اكتف لو. اكتف لو يعني البن فعال لما يكون قيمته صفر، طول ما هو واحد لا يسمح بالدخول الى تشيب. مثلا هذه الاو اي اللي اوتبوت داتا اوتبوت اسمه بصير هذه انه لما لا يمكن القراءه او استخراج بيانات من الذاكره الا ما يكون ايش قيمه البن هذا مثلا الاو اي صفر، يعني هو اكتف لو، لما يكون واحد بدخلش تمام. وهذا البي جي ام نفس الموضوع. على اي حال هاي انواع هذه تفسير هان لايش ايش ان البنز هذه الايز والاو والجي، طبعا الجي ان دي هي الجراوند يعني الارضي، توصيل الجي ان دي وصل الارض يعني الجي ان دي تمام، هاي هنا موجود جي ان دي والاو البيانات وما الى ذلك اوتبوت انبوت ما الى. وهذا سي اي تشيب سيلكت اختيار تشيب لك عشان يصير فعال وصلح ادخال البيانات واخراجها تمام. المهم في جي هذا الاي بروم برضه ريزبل البروجرام اللي هنكمل فيه هو ستيبس تو بروجرام، هو كيف نبرمجه اليو في بروم تشيب. اول حاجه بنطلعه من السوكت تبعه بنفصله عن البورد في الحاسوب مثلا وبنحطه في الايبروم ريزر اكويبمنت، في عندنا اكويبمنت خاص جهاز خاص خارجي اسمه ريزر اكويبمنت، بنحط الايبروم بعد ما نفكه من اللوحه وبنحطه في قلب هذا الجهاز وبنعمل اكسبوزنج، بنعرضه لمين لليو في الالترافيوليت راديشن شعاع اليو في فور ربع ساعه لعند 20 مينتس تمام. بعدين بنعمل بليس ذا ايبروم ان ذا روم بيرنر، بعدين بنحط اليوم في داخل ايش الحارق الروم هذا اللي هو بدخل عين يعني بدخل عشان يعني بينبح بسمع بعايه برمجته. ذا روم بيرنر يوزز 12.5 فولت اور هاير، يعني بيستخدم هذا الروم بيرنر حوالي 12.5 فولت او اكثر. The voltage is referred to as VBB in the UVE Brom data sheet، يعني حسب ال VBB هذا شوف قلنا البنتس و VBB بيستخدموا الشيب هذا عشان نعمل عملية ايش البرمجة. Place the chip back into its socket on the system board، بعدين بنرجع كام مرة بعد ما نبرمجه بنرجع الشيب كام مرة إلى السوكت تبعه في ايش في السيستم بورد زي المذر بورد او غيره حسب البورد المستخدم تمام. بس انا في الحاسوب الكبير بنسميه مذر بورد، لما في معالجات بكون في لها بورد صغير عشان تنفذ مهام صغيره
يكون حاسوب مهمة خاصة فيه، مثلا يفتح باب يسكر باب يشغل كونديشن أو ما إلى ذلك، أو مهمة أوتوميشن في السيارة أو ما إلى ذلك. فمن دخلوا على البورد تبعه كاميرا برجعوا. ميجر ديس أدفانتج الشيء السيء الأساسي في الموضوع هذا أنه يمكن محي وبرمجة التشيب هذا، هو لسه ما زال في مكانه على البورد في السيستم بورد، فبالتالي لازم إيش نشيله ونحرقه برا ونعرضه ليو في، ثم نعيد برمجته، ثم نعيد تركيبه مرة أخرى على البورد لاحقا، وهذا بيتطلب فك وتركيبه وما إلى ذلك. فهذه كان ديس أدفانتج أو إيش من سيئات هذا النوع من إيش من الذاكرة ميموري تشيب. فتم اختراع لاحقا حاجة يسموها إيش الإي إي، شايفين إي إي بروم، تمام، إي إي بروم واز انفنتد لذلك. طيب ايش هو الاي اي بروم؟ الاي هو الكتريكالي اريزابل بروجرامبل روم، يعني تم ايش المحي الاريزنج باستخدام ايش الكهرباء الكتريكالي، مش انك زي اليو في نحطه في جهاز يو في خارجه ونشجعه ونعرضه على اليو في ربع ساعه ثلث ساعه وبعدين ايش نقوم بفشل المحتوى ثم نعيد برمجته من جديد، لا هذا بالكهرباء. فدام الكهرباء طبعا بالتالي بدوش نغير، لانه الكهرباء واصله على البورد تبعه اصلا في الجهاز اللي هو فيه. فبالتالي اي بروم هاز سيفرال ادفانتجز اوفر اي بروم، كثير من الحسنات بالمقابل الإبروم، منها ريزر إز إلكتريكال أند ذيرفور إنستنت، يعني هو باستخدام الكهرباء وبالتالي يتم البرمجة فورا، بدوش ربع ساعة ثلث ساعة زي لكن عضو اليو في، لأن الكهرباء على السريع بتلطش بتحول المحتوى 0110 أو بتلغي الفيوزات أو ما إلى ذلك، تمام. ذيرفور نو إريزر تايم ريكوير، فيش تايم للمحي. الإبروم وان كان سيلكت ويتش بايت تو بي إريزد، تمام، in contrast to UV بروم، بمعنى في الاي بروم ممكن نختار البايت اللي احنا عابين او عاوزين نعمل له ايش، نعمل له محي، يمكن نمحي بايت في الاي بروم، مش كان ليش كله بنمحى وكله بتبرمج من جديد، تمام. اما في الاي بروم ممكن نعمل سيلكشن للبايت اللي بدنا نمحيه بالضبط ونمحي البايت اللي فيه الخطا او فيه المشكله، تمام. الاي بروم can be reprogrammed عفوا، يتم اعاده برمجته and its contents erased، يعني ممكن محي كمان برمجته ومحي محتوى اثناء بقائه it is still ايش in the system board، موجود في داخل ايش system board، وهذا اصلا سبب اختراعه كان بالاساس، تمام. المشكله الاساسيه in general انه هو the cost per bit for EEPROM is much higher than UVPROM، من التكلفه تبعته اعلى بكثير مليو في بروم. هاي الديس ادفانتج الاساسي للاي اي بروم، تمام. طيب فلاش ميموري اي بروم، الفلاش ميموري اي بروم نوع من الذاكره اسمها فلاش ميموري، فلاش من فلاش من باب السرعه، طبعا هي مش ان فلاش باب اللي بتتبرمج بسرعه، تمام، فبسموها فلاش ميموري لانها سريعه، لانها ذاكره سريعه. فاي بروم برضه اريزابل بروجرامبل روم، تمام. User programmable membership يتم برمجتها باستخدام المستخدم من قبل اليوزر، became very popular since 1990، اول ما اخترعوا هذه الفلاش ميموري اصبحت اكثر انتشارا وشهرة، ليش؟ لانها ايش؟ The eraser of entire content takes less than second، ما حيكون للذاكرة بده اقل من ثانية، مش بطولش الفرمة تبعتها وما الى ذلك ومحيها وما الى ذلك. Eraser method is electrical. فلاش اي بروم تم المحي في كهربائي وبالتالي فلاش على السريع تم عمليه ايش البرمجه او المحي. فيرستلي في البدايه وان فلاش ميموريز كونتنتس ار اريزد، عندما كانت عايز برمجه الفلاش ميموري ومحيه ذا انتر ديفايس از اريزد، كان في مشكله في الاول زمان بدايه كان لازم عشان نبرمج شيء عشان نعمل يعني نعيد برمجه الذاكره في فلاش كانت تتطلب ذلك محي كل ايش الذاكره، لكن مؤخرا recently the contents are divided into blocks، وزعوا لبلوكات وبالتالي كان ممكن عادي اصبح من ممكن الواحد يمحي بلوك باي بلوك، يعني البلوك اللي بده اياه يمحيه ويخلي بلوك، انتبهوا البلوك اكثر من بايت، مش زي الايبروم، الايبروم كانت تمحي بايت واحد اذا بدنا نغير نفس البايت، لكن هان في فلاش بزبطش موضوع انه يمحي بايت بالذات، فاخترعوا فجأة تم اضافه موضوع البلوكس، قسموا الذاكره للبلوكس، صار بالامكان الدخول الى بلوك باي بلوك وعاد برمجه بلوك اللي بدنا نعيد برمجته بلوك بحاله. طبعا الفلاش ميموري هاز نو بايت اريزر اوبشن، فيش عندنا نمحي زي ما قلنا مش نمحي بايت باي بايت، بس بنحكي بلوك باي بلوك، تمام. وايدلي يوز تو ابجريد ذا بايوز روم اوف ذا بي سي، بس ده بشكل كبير بشكل واسع
عشان نعمل منها ابجريد للبايوز، البايو روم اللي هي البايوز اللي موجوده فيش في البي سيز تبعتنا. لما نحدث البايو بيستخدموا فلاش ميموري عشان نحدث فيها. suggested to replace the hard disk storage. عندها يعني من المحتمل او في متوقع انها تحل محل الهارد ديسك تبع مين؟ تبع البي سي. لكن في مشكله حاحكي عنها كمان شويه تعيق هذه المساله، موضوع انه يصير هو الهارد يحل الفلاش ميموري تحل محل الهارد ديسك. ليش طب هو بس متوقع يكون هو يحل مع الهارد ديسك؟ لانه الاكسس تايم تبعه بس تقع في معدل 100 نانو سكند الاكسس تايم للذاكره، في حين انه تمام شوف كان 100 نانو سكند يعني 10 استنقص 9 مقارنه بالهارد ديسك اللي بياخذ الدخول له تنز اوف ايش ملي سكند تمام، يعني ملي سكند يعني 1000 عشرات الاف الثواني مش هان مئات الايش الواحد 10 اس ناقص 9 من الثواني تمام، كيف عشرات عشرات من 10 اس ناقص 3 فقط من ملي سكند وهان من الثواني طبعا، وهان مئات 10 اس ناقص 9 من الثواني، فشو الفرق السرعه قديش تمام. طبعا هذا بخليه يكون سجستد انه يعمل ايش ريبليسنج للهارد ديسك ستورج، لكن هناك مشكله. المشكله انه البروجرام اريزر سايكل is 100,000 for flash and EEPROM، بمعنى انه احنا لما نحط الهارد ديسك او نحط الفلاش ميموري نحط عليه بيانات ونمحيهم، نحط عليه بيانات ونمحيهم. السايكلز للاستخدام المسموح فيها نعبي الفلاش ونمحيه، نعبي الفلاش ونمحيه، نعبي الفلاش ونمحيه، مثلا فلاش ميموري هو 100,000 مره معدل، بعدين يتم استهلاك الذاكره وتتلف. عشان كده الفلاشات تاع زمان كان يكون بال 100 ميجا و 200 ميجا 300 ميجا، بعد سنتين ثلاثه استخدام متواصل ايش الفلاش نفسه بينحرق وبعيد تفقد الذاكره يمكن التخزين والمحي وما الى ذلك. الفلاش ميموري متاكله مستهلكه لا يتم عمرها مش طويل، في حين انه طبعا 100,000 فلاش و1000 مره لليو في بروم هذا السايكلز، لكن الرام والهارد ديسك عندها ايش الرام والهارد ديسك عندها انفينيت تايم اوف سايكلز، يعني تخزينها الرامات بيخرب لنا لما يضل يخزن ويطلع فيها، والديسك الهارد ديسك تبع الكمبيوتر بتخزن فيه الى ما لا يعني ما نهايه بعون الكريم ان شاء الله. طبعا كل شيء العمر في النهايه لكن يعتبر انفينيت لانه طويل الامد، الا اذا كان طبعا صار في مشكله في الهارد ديسك وقع انكسر او ما الى ذلك، بس التخزين في الهارد ديسك والرام طويل الاجل انفينيت بيسموه تمام. فهذه الادفانتج موجوده في الرام في حتى في الهارد ديسك يمنع استبدال الفلاش بالرباش فلاش ميموري بالهارد ديسك تمام. اوكي نيجي على موضوع الماسك روم، وهذا الماسك روم طبعا له هدف اساسي من استخدامه هو هذا خط الانتاج في المصنع. لما انا بدي اعمل كميه كبيره من الذاكره او التشيبس تاعت الذاكره تكون مبرمجه وخاصه لهدف وضعها في روبوت، روبوت هذا بيكون مكنسه كهربائيه، بيكون ربما يعمل اوتوميشن تحكم في السياره، يعني بدي مئات الالاف بل ملايين القطع تنفذ بس جزئيه معينه في من في من في في, في سيستم معين يتحكم بالسياره بالطيران وما الى ذلك. فهذا بيستخدموا اسمه الماسك روم. ليش ماسك روم؟ لانه في ماسك يتم وضعه على على على, على, على الشيب بكون برمجه خالص بالبيانات تبعته، وبكون البرمجه هان الكتريكالي، يعني احنا حطينا قطع اي سيز يعني برمجه خاصه بتنفذ مهمه ايش مهمه معينه، مش برمجه سوفت وير زي ما ببرمج في الحاسوب برامج بكون تغيير برنامج، لا بتبرمج هاردوير تمام، يعني بتبرمج برنامج بلزق في الشيب بتغيرش. اذا كنت تدار بروجرام باي اي سي مانيفاكتشر بتم البرمجه عند مين؟ في مصانع ايش الاي سيز اللي هي انتجريت سيركتس، يعني مصانع الدوائر المتكامله، يعني برمجه هاردوير مش برمجه سوفت وير. هذه يعني بنعمل هارد قطعه تشيب انها تنفذ مهمه معينه ايش ببرنامج معين بالمحتويات اللي على الهاردوير نفسه، بالتالي نفهم انه هذا بتصنع في مرحله معينه حنرجع لها الجيت. It is not user programmable ROM، لا يمكن المستخدم يروح لحضر الجناب ويجرب ويغير فيها، ما بتغيرش من قبل المستخدم، المستخدم بيشتري القطعة هذه برنامج عليها زي ما هو وبحطها في 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 السيستم تبعه عشان تنفذ مهام معينة، هذا عشان هذا اللي بخلي الصناعة الأمريكية متميزة على مستوى العالم في المايكرو تشيبس، يعني الصين نفسها بعظمتها بتصنع قاعدة جوالات وغيره تضطر تشتري هذه الرقائق
من امريكا بالمناسبه، من سيليكون فالي اللي بيصنعها العمال، ولا يمكن لحد لا في اوروبا ولا امريكا ولا الصين يتعدى، ولا حتى روسيا يتعدى ويصل لمرحله امريكا في تصنيع هذه الرقائق، لان هذه الصناعه متقدمه ومتطوره جدا، ومش كل واحد مش كل الدول قادره وصلت هذه المرحله في الهاي تك انها تصنعها بشكل سيريز وما الى ذلك وباسعار ملائمه. فبالتالي الصين اليوم بتشتري وخزنت من فتره حسب الاخبار كميه كبيره من الرقائق هذه بتقوم بتنفيذ مهام معينه. ليش؟ لان مدركه كانت انه ربما تكون الايام الجايه صعبه وعصيبه عليها، فتمنع امريكا تصدير هذه الرقائق لها في ضرب الصناعه الصينيه. وبدات الصين في برنامج معين يقوم بعمليه ايش؟ هم نفسهم يصير عندهم مصانع تستطيع تقدم هذه الصناعه هذه الميكروشيبس يعني للصناعه الصينيه في الجوالات والالكترونيات وما الى ذلك، بحيث انه تستعيد عن الحاجه للمنتج الامريكي لهذا الرقائق. تمام. العمليه از كوستلي، هي مكلفه، يوزد وين ذا نيدد فوليوم از هاي، يعني عمليه مكلفه لانه هذا مطابع بتطبع تشيبس بالالاف ومئات الالاف، والعمليه الصناعيه كامله ولا يمكن انه طلب نستخدمها عشان نطبع لنا واحد او اثنين، هذه لما يكون الفوليوم هاي يعني بدنا زي ما حكيت مئات الالاف ربما حتى الملايين من القطع. تمام. لان عمليه التصنيع صعبه، فبدها عشان تكون تكون يعني اقتصاديا مجزيه اقتصاديا لازم ايش يكون عدد كبير. تمام. Absolute certain that the contents will not change، يعني على الاكيد انسى الموضوع يتغير الكونتنت، يعني من الاكيد يكون المحتوى بيتغيرش، برمج مره ومره فور ايفر يعني. تمام. اليو في اي بروم اور فلاش فور ذا ديفلوبمنت فيز اوف ذا بروجكت، فهان المنتجين المصنعين اللي بده يعملوا جوالات، بده يعملوا كمبيوترات، بده يعملوا اجهزه تحكم، نظم تحكم في الطيران، في السيارات، غيره وغيراته، عندهم الفلاش ميموري وعندهم الايبروم واليو في ايبروم وغيره من انواع الذاكره، يتم ايش؟ انه برمجوا عليها البروتوتايبنج، البروتوتايبنج يعني المنتج الاولي، وبيجربوا البرنامج لحد ما يظبط البرنامج معهم وتصير عمليه تطوير البروجكت انتهت فتره او الفيز تبع الديفلوبمنت للبروجكت، يعني مرحله تطوير البروجكت انتهت ووصلنا الان الى مرحله انه عندنا المنتج صار نهائي. تمام. بنعمل هذه في ايش؟ فبننتقل الان لمرحله ايش؟ الماسك فيرجن، يعني احنا بنخلص نستخدم هذه للبروتوتايبنج والتجريب لحد ما نعمل فاينلايزنج للبروجكت، البروجكت اكتمل وانتهى امره 100% صار شغال على التجارب تبعتنا في المختبرات تبعت المصانع العملاقه اللي بتنتج تحكم نظم تحكم في السيارات في الطائرات زي ما حكيت في اي شيء في الجوالات في الجهاز الالكتروني. خلصنا من مرحله التطوير بنخش نعمل افتر فاينلايزيشن، ايش؟ بنبعث لشركه عملاقه بتصنع هذه الشيبس زي في سيليكون فالي مثلا، فبصنعوا لنا الشيبس هذه بالضبط زي ما احنا طالبين، بيصنعوا لنا اياها بشكل ماس برودكت، يعني بشكل ايش؟ ماس برودكت عشان ايش؟ نقدر نركبها في جهه في اجهزتنا احنا الجوالات تبعتنا او غيره او التلفاز اللي بنعمله او السمارت تي في او السياره او ما الى ذلك. فبعمل افتر فاينلايزيشن ايش؟ از ذا ماسك فيرجن اوردر، يتم طلب الماسك فيرجن. الادفانتجز تبعت الماسك روم انه سيجنفيكانتلي تشيبر، احنا بننتج قاعدين بملايين، العمليه التصنيع نفسها مكلفه مزبوط، لكن مقارنة بعدد المنتج لما يكون كبير بتصير الحكاية ايش؟ بكون كثير ايش؟ اقتصاديا مجدي وبكون الانتاج صار رخيص، بتصير باجورات القطعة الواحدة، بس أهم شيء يكون عدد كبير. ايش؟ فبكيت significant cheaper than other kinds of chrome، بكون طبعا أرخص إنه هذا الماسك روم على مستوى إنه نحكي عن قطعة عدد كبير من القطع. لكن نلاحظ إنه all روم memories اهن فتشيبر، لكن زي ما حكينا من اول انه القصه انه لا يمكن تغييره، طلبنا مثلا مليون قطعه وكان البرنامج اللي بعثنا لهم اياه يطبعوا لنا زيه على الهارد ديسك على الهاردوير هذا على الشيب هذا البرنامج فيه خلل، سلامه سلمك مليون قطعه بتروح ايش؟ الى تراش يعني الى سله المهملات لانه لا يمكن استخدامه. فبنتبه الواحد بالنقطه هذه اساسا، بس اكون متاكد انه هذا الاصدار هو الصحيح يتم طلب الايش؟ طلب الشيب. تمام. لاحظ هان او ملاحظه مهمه انه كل الريد اونلي ميموري ميموريز كل الروم ميموريز يعني عندهم 8 بت اوف داتا. تمام. 8 بت اوف داتا، فذكر اورجانيزيشن 2 اس اكس اللي هو ايش؟ 2
206 هو عاد الادرس وعاد اللوكيشنز يعني ضرب 8 بن اللي هو 8 ايش بن اوف داتا. ذيرفور اورجانيزيشن از ايش مالتيبلايد وذ 8 ضرب 8 دائما 8 داتا اوف بن داتا تمام او داتا بنز يعني حسب كم لوكيشن ضرب 8 دائما. هذا كل الرمز تمام، لاحظ النقطه هذه. طيب اوكي، طيب نيجي هان على النوع الثاني اللي هو يسموه الرام، الراندوم اكسس ميموري. راندوم اكسس ميموري هي فولتايل ميموري يسموه رام، اللي هو من نوع له اس رام، وعندنا ان في رام نون فولتايل رام، وعندنا دايناميك رام اللي هو يسموه دي رام تمام. الاس رام نبدا فيه اللي هو ستاتيك رام يعني ميد اوف فليب فلوبس، هذا الرام الستاتيكي مكون الشيبس هذا بقلبه فيه فلوب فليب فلوبس. عارفين ايش معنى فليب فلوبس؟ اللي هو بيطلع بيانات معينه بقيم معينه على التخزين المؤقت طبعا، واهم اهم واحد فيهم الدي، لانه هو الدي فليب فلوب اللي بيطلع للداخل بدون تغيير وطالع، اللهم يتم تخزينه تخزين مؤقت حسب ايش وضع الكيو وضع التريجر تبعه، وبيسمح له يطلع التريجر ولا بيسمح يطلع، فهو غالبا دي. على اي حال فالفليب فلوبس هذه تستخدم في الستاتيك رام طبعا. ريفرشنج ان اوردر تو كيب ذير داتا از ذات ريكوير، يعني بحتاج دائما يعطي شحنه كهربائيه تعمل ريفرشنج للمحتويات عشان ما حتى لا تفقد محتواها من المعلومات. هذا النوع من الذاكره بعد فتره هو لا يفقد محتواه، وبالتالي بيحتاجش لا يحتاج ريفرشنج للمحتوى. وهذه مهمه لما نحكي عن الديرام موضوع الريفرشنج، وليش الريفرشنج في الديرام مهم لكن في الاس رام مش مهم، لانه عندنا فليب فلوبسان. ولكم مشكله كمان انه السيلز يعني خلايا التخزين عشان كل عشان يقوم بعملهم او يتم تكوين او تشكيل خليه التخزين كامله في الذاكره، يعني الميموري سيل تشكيلها وتكوينها وتكوين واحده منها بيكون ايش بيطلب على الاقل 6 ترانزستورز مع الفلوب فلوب. And the cell holds only one bit of data. والخلية هذه بتحمل بس واحد بت، وعشان نعملها بدنا إيش 6 ترانزستورات. مؤخرا تم تحديث هذا النوع من التكنولوجيا واستخدمها مع إيش مع 4 ترانزستورات، لكن هذا كلام لسه إيش كتير 4 ترانزستورات بالنسبة لهم. طبعا 4 ترانزستورات في المكان ده عشان يعمل سيل مكلف جدا، هذا too many. وأربعة ترانزستورز سيلز and the use of CMOS technology high capacity SRAM. وفي نوع اسمه high capacity SRAM، SRAM عالي التخزين او كفاءته عاليه، تم استخدام الاربعه ترانزستور هذه الخليه زائد ايش CMOS technology من اجل تسريع او تكبير الحجم وتكبير حجم المساحه التخزينيه في داخل ايش الاسرام تشيبس تمام. لكن هذا مهما كان لم يبلغ حتى قدرة تخزينية والسرعة تبعت مين الدي رام تمام. فهذا الاسترام واقع. الاستاتيك رام زي ما شايفين هنا في المثال عندنا A to 10 R address inputs، عندنا A 0 to 10 يعني عندنا 11 بن لمين 11 بن للذاكرة، يعني where 11 address lines given 2 11 بيساوي 2 ايش اللي هي الكيلو 2 كيلو ادرس تمام، يعني 2000 عمليا تقريبا لوكيشنز هذول. دبليو اي اللي هي رايت انيبل، يعني هذه الدبليو اي هي دبليو على المؤشر دبليو اي اللي هي رايت انيبل فور رايتنج داتا على الاسرام جوا، عشان ندخل بيانات على الذاكره بدنا نكون هذه ايش رايت انيبل نسمح بادخال الذاكره. وهذا بيكون اكتف لو، ايش يعني اكتف لو؟ هذه الاشاره هذه الشحطه WE داش يعني اكتف لو، يعني عشان ندخل البيانات لازم نكون القيمه الموضوعه على البن 21 هنا اللي هو يرمز لل WE صفر، فبكون اكتيفيتد لما تكون القيمه اللي عليه صفر، طالما هو واحد بكون مش اكتيفيتد فيمنع كتابه البيانات على الذاكره تمام. وال WE قصدي ال OE output enable يعني اخراج بيانات output يعني اخراج بيانات is reading data نقرا البيانات من داخل الذاكره، وبرضه اكتف لو اللي هي ايش OE لما يكون صفر يتم الاخراج، واحد يمنع اخراج البيانات من الذاكره. ثم يعني هذه معناتها اكتف ايش معناتها اكتف لو. تشيب سيلكت اللي هي تشيب سيلكت اس سي اس يعني يتم استخدامها عشان نعمل سيلكت للميموري تشيب، يعني في عندنا اكثر من ميموري تشيب بيكون على الرام مثلا، نختار التشيب الفلاني هو نقرا منه او نقرا منه بيانات يعني ريد، او نعمل رايتنج عليه ندخل عليه بيانات، هذا يعني نختار التشيب هذا اللي بدنا اياه، فبسموه سي اي تشيب هذا. وطبعا بناء عليه شحطه من فوق بكون الشوم زي ما حكينا
اكتف لو، تمام؟ يعني يكون صفر عشان يعمل ايش؟ تشيب سيلكت. طالما هو واحد بيكون التشيب هذا مش سيلكتد، نوت سيلكتد، تمام؟ طيب عندنا الاي او انبوت اوت بوت من الزيرو لمين؟ لعند 7، تمام؟ يعني عندنا اي او من 1 لعند اي او 7، هذول لان هم للداتا، داتا، تمام؟ تمام. فعندنا وير 8 بت داتا لاينز جيف ان اورجنايزيشن، زي ما حكينا لها 2 اس 11 ضرب 8 اللي هم بيكون مساحه ايش؟ الذاكره. ميموري اورجنايزيشن بيكون 2 اس 11 عدد الذاكرات اللي هو 2 كيلو ضرب عدد الداتا بنز اللي هن 8، بيطلع ميموري 2 كي ضرب 8، تمام؟ هذا مهم نعرفها، تمام؟ 2 كي ضرب 8 عشان نحسب ميموري اورجنايزيشن كويس ونحسب كم مساحة التخزينية تبعتها وكم ادرس عندنا اللي هي 2 كي مثلا، كم ادرس بن طلع منها ايش عدد اللوكيشن تاع التخزين، تمام؟ الاستاتيك رام هذه الفانكشن تبعتها زي ما في عندنا من الاي 0 للاي 10 اللي هي ادرس بنز، بتخش ادرس ديكودرز عشان تحدد في الذاكره اي لوكيشن حنطلع منه وندخل عليه بيانات. الاي او 0 للاي يعني 8 بت للاي او زي هن بدخلوا على الداتا، الاي او للداتا طبعا input output data 0 ل 7 يعني 8 بن 8 بنز، وهذول على input data circuits هذه اللي هي ادخال دائره ادخال البيانات. وعندنا كمان بيجي منها لي اي او كنترول ادخال البيانات، برضه خط برضه جاي التوصيل مع من هنا ومن هنا زي ما انتم شايفين، ادخال الاي او كنترول متحكم في ادخال واخراج البيانات. وعندها طبعا الذاكره نفسها اللي هي تخزين موقع التخزين الميموري اري اللي هي في عندنا لوكيشنز، وفي كل لوكيشن فيها كم بت. طبعا البي سي زي هذه تاعت الكهرباء توصل 5 فولت حسب نوع الذاكره، بدها 5 فولت 12 فولت او ما الى ذلك. والجي ان دي الارض يعني الارث الارض يعني توصل الارض، تمام؟ طيب اوكي. وعندنا هالكنترول يونت تتحكم في تشيب سيلكت والاوت بوت انيبل وايش؟ والرايت انيبل ادخال واخراج واختيار التشيب ان هو ندخل اي بعد. كلها طبعا زي ما شايفين ايش؟ كلها اكتف لو، ثلاث بنات هذولا، ثلاث بنز هذولا كلهم اكتف لو. الان كيف بتصير عمليه ايش؟ الادخال او اخراج او البيانات. الفيجر هذا شوز ذا فولينج ستيب تو رايت داتا انتو استرام، كيف ندخل بيانات. اول حاجه عندنا الادرس بنز من ايه 0 ل 10، فبنعمل حاجه انك تختار الادرسز تو بنز يعني من اي يعني الادرس حندخل عليه على اي لوكيشن حندخل ايش العنوان عشان نعطي عنوان للبيانات اللي حنخزنها. فبنعطي الادرس هذه لمين؟ للاي 0 للاي 10 اللي هي عندنا 11 2 اس 11، فبعطيهم كومبينيشن مثلا 0 0 1 1 كذا كذا، فهمت كيف؟ 0 زي 0 0 1 0 0 بعطي عنوان ايش؟ عنوان اللوكيشن اللي حنخزن فيه البيانات. حنعمل رايتنج زي ما قلنا، نعمل ايش؟ رايتنج داتا عشان بعدين بنعمل اكتيفيشن للتشيب سيلكت. عشان هذا نعمل اكتيفيشن، كيف بنحول تشيب سيلكت من ايش؟ من واحد الى مين؟ الى من واحد الى صفر عشان يصير اكتيفيتد، تمام؟ بعدين طبعا لازم نعمل الرايت انيبل انيبلنج، فبنحول الرايت ايش؟ لصفر. وبنعمل ريد انيبل اللي هو الاو اي عفوا اللي هي او اي طبعا الى واحد عشان ايش؟ يصير ديسيبل، لأن قلنا الانيبل للرايت والريد هو على لو انيبل يعني اكتف لو، فبنحط الرايت صفر عشان يصير اكتف، وبنحط الريد اللي هو اخراج بيانات واحد عشان يصير ايش؟ ان اكتف. فما ينفعش نعمل قراءه وكتابه في نفس اللحظه نفس اللوكيشن، ما ينفعش، لازم واحد الجهتين يجب، ولو بصير تغيير اثناء ايش؟ القراءه والاستخراج والادخال. طيب provide the data of bins يعني هذا اي او بعدين من مصر من ايش بنعمل بروفايدنج من مصر البيانات الداتا للبنز من الصفر للايش للاي 7، تمام؟ عشان ندخلهم نعملهم رايتنج على الادرس اللي تم اختياره من اول، تمام؟ ميك او دبليو اي رايت اي بيساوي 1 and data will be written into SRAM on the positive edge of the. بعد ما ندخل البيانات جوا بنوقف موضوع الادخال للتشيب نفسه، تمام؟ نوقفه. وفي اللحظة هذه يعني في اللحظة هذه اللي كانت هي انها سميناها سيت اب، تم ادخال البيانات في اللحظة هذه، بنعمل عملية ايش؟ توقيف للرايتنج، وعشان يعني بطل يخش شيء من برا، وبعدين بنقول عملية ايش؟ بصير هان ايش؟ كتابة اللي تم ادخاله لمين؟ تم ادخاله للذاكرة
لوين؟ على الايش؟ على المخزن او على الموقع اللي بدنا نخزن فيه بالذات، تمام؟ فبتم بالبريت انتو استرام اون ذا بوزيتيف ايدج اوف ذا دبليو اي سيجنال، فبصير عمليه تخزين. طبعا عشان نفهم القصه هذه كيف، انه مدخل الذاكره مش مباشره موصول البن تبع الداتا في موقع التخزين، لا، في الطريق قال ما يصل على موقع التخزين اللوكيشن تبع التخزين بيكون في عندنا اسمه حجمه اللاتشز، اللاتش يعني ملطشه فخ يعني، بس هو هذا بيتم في حفظ الداتا بشكل مؤقت عندما يتم ادخالها عن طريق ايش؟ الرايت انيبل، تمام؟ لما يسكر الرايت انيبل من واحد من صفر يصير واحد كمان مره، اللي تم تخزينه مؤقتا الان بيتم نقله للاسرام جوا وبتم تخزينه. عشان نشوف نفهم القصه وبما نشرحها بزياده، عندنا الادرس الان تم اختيار الادرس في المرحله هذه، صار ادرس عملنا تشيب سيلكت حولناه من واحد الى صفر صار اكتف لو، تمام؟ صار ممكن التخزين، دخلنا الداتا، الداتا تدخل من هان، هاي الفاليد داتا تبعتنا، تمام؟ فالداتا سيت اب هان الحاله هذه من هان اللحظه هذه بدا ايش؟ ادخال الداتا عن طريق الرايت انيبل. لما نفصل من صفر يتحول كمان مره لواحد، عند اللحظه هذه عند البوزيتيف ايدج يعني البوزيتيف ايدج في اللحظه هذه في نصها بيبدي عمليه ايش؟ يعمل داتا هولدنج، الداتا سيت اب هان من داتا هولدنج ادخالها وين؟ على الاسرام، تمام؟ قالها وين؟ على الاسرع. هيك بصير بتتم عملية التخزين. طيب the following steps are to read data from SRAM. كيف نطلع من SRAM؟ SRAM provide address للبنز من A0 ل 10 لإخراج البيانات، الأدرس طبعا محدد عنده اللوكيشن اللي حنستخرج منه، فبنعطيه العنوان على الأدرس بنز من 0 ل 10 للميموري تشيب. This is the start of the access time. هان بدي عملية نعد الوقت الـ TAA. اكسس تايم بدا يعد لنا سرعه الدخول الى الذاكره، بعدين نكتب نعمل اكتيفيشن للتشيب كله، فبنحول التشيب هذا من سي اس هذا الى اكتف لو، بنحوله لصفر عشان الاكتيفيشن، وايل دبليو اي بيساوي واحد لازم نعمل دي اكتيفيشن لمين؟ للرايت، لازم بس يكون الريد هو الفعال، عشان نعمل ريد يكون فعال، عشان نعمل ريدنج بنعمل دي اكتيفيشن للرايت، بنحول دبليو اي لواحد، هاي تو لو بلس on OE bin will read the data output. فعنا اللي هي data output، فعنا high to low اللي هي high to low bus on the OE، حيتم عملية ايش؟ عن طريقه قراءة البيانات اللي هي من الشيب. وفي اللحظة هذه عند ما ال OE high to low يعني ها صفر، هاي العالي صار active low، تمام؟ ال OE صار active low، بتم هان عملية ابدأ في عملية ايش؟ قراءة البيانات اللي هي ايش اللي تم اللي مخزن عنا في داخل الموقع التخزيني اللي اخذنا العنوان تبعه في الخطوه الاولى عن طريق الاي 0 تو اي 10 على ايش البن ادرس، تمام؟ فلما عنده يتحول من صفر الى واحد بيكون عنده عمليه ايش؟ استعداد لقراءه البيانات، اللي هي اوتبوت انيبل بتصير عشان يطلع البيانات. وبالحاله هذه عندما تبدا قراءه البيانات بيكون عندنا انتهى وقت الاكسس تايم، لانه الاكسس تايم هو من فور تحويل الحصول على العنوان الى عند الدخول الى بدايه عند الدخول الى الذاكره او الموقع التخزيني اللوكيشن وبدء في قراءه البيانات المطلوب استخراجها، تمام؟ في اي اي اللي تي اكسس تايم، تمام؟ اوكي. نيجي هنا على الان في رام، نون فولتايل رام، بسموه ايش؟ برضه ان في رام. الان في رام ايش ماله هذا؟ هو رام طبيعي يعني اكسس ميموري فولتايل، لازم يكون ايش يفقد يعني بيسمح بالدخول العشوائي، بس المفروض كمان يكون زي باقي الرامات يفقد محتوى عن اتصال التيار الكهربائي عنه، لكن هذا عملوه الرام انه ما يفقدش التيار يفقدش محتوى عن انفصال التيار الكهربائي عنه او انقطاع التيار الكهربائي عنه، فهو بيعمل ايش؟ نفس القصه بيعمل بيسمح للمعالج السي بي يو انه يعمل ريد اند رايت تو ات مباشره، تمام؟ مباشره الى هو لانه فولت انه كهربائي، لكن اذا الباور تيرند اوف ذا كونتنتس ار نوت لوست بيفقد المحتوى. ليش؟ لانه ميد اوف ذا فولينكم بتكون من هاي المكونات الثلاثه، اول مكون ات يوز اكستريملي باور افيشنت اس رام سيلز بيلت اوت اوف سيموس، فبستخدم السيموس تكنولوجي عشان يعمل السيلز تبعته، تمام؟ فالسيلز الاس رام بستخدم السيموس، فبالتالي هي باور افيشنت يعني ايش؟ تستخدم الطاقة موفرة جدا للطاقة ومقتصدة في الطاقة. It uses an internal lithium battery as a backup energy source. يعني عنده كمان بطارية ليثيوم داخلية كمكون ثاني في داخله
بتمنع انقطاع التيار الكهربائي عنه. لو انفصل في التيار الكهربائي او انفصل في التيار الكهربائي المزود من الخارج يتم استخدام البطاريه كريسورس او سبير بتحل محل الكهرباء الخارجيه. والليثيوم باتري طبعا مش رخيصه لانها ايش؟ الليثيوم ايش؟ بطاريه كفايتها عاليه وتحفظ الكهرباء فيها لفتره طويله جدا. It uses an intelligent control circuitry بمعنى في دائرة ذكية جدا. هاي الدائرة هي المكون الثالث لهذا النوع من الرام. هو المين جوب تبعتها انها تعمل تتحكم او تعمل مونيتورينج للفي سي سي. يقول الفي سي سي شو هو؟ المزود الخارجي للكهرباء من برا ايش؟ التشيب تبع ايش؟ الذاكرة. فبيراقبوا بشكل كونستانت بشكل مستمر عشان تكتشف ديتكشن تعمل ديتكشن اذا في لوس او خساره او فقدان للتزويد الكهربائي الخارجي external power supply. If the power of the VCC bends falls below out of the tolerance condition اذا كان الفقر التيار الكهربائي نزل تحت مستوى الحد المطلوب للذاكره هذا الدائره هذه الحمايه هذه الكونتر سكيورتري تعمل الشبغه بتعمل سيركيوتري هذا بتعمل ايش؟ بتعمل سويتشنج لمين؟ اوتوماتيك لمين؟ للانترنال باور سورس لمين؟ بتحول مباشره على البطاريه الليثيوم باتري اللي عندنا هذه اللي هي بتستخدم ايش؟ عشان تعمل ريتيننج للان في رام كونتنتس محتوى الان في رام لما ايش؟ عند فقدان المصدر الخارجي للطاقه الكهربائيه وبالتالي يتم تبقى البيانات محفوظه في داخل هذا النوع من الذاكره. طبعا المشكله تبعتها زي ما كاتبين هم بالاحمر Non-volatile RAM is very expensive. وليش very expensive؟ لأنه في مش مكون واحد، في ثلاث مكونات، وبيستخدم كمان CMOS تكنولوجي اللي برضه غالية جدا، والليثيوم بطري غالية جدا، وفي كمان دائرة دائرة التحكم هذه الحماية مكون ثالث، فأصبح الإيش؟ الإيش؟ Non-volatile RAM very إيش؟ very expensive. تمام؟ نيجي هنا على الدي رام أو الدايناميك رام. الدايناميك رام هذا النوع الثالث اللي هو Dynamic RAM is random access memory using capacitors to store data cuts down the number of the transistors needs to build cells. هو عبارة عن نوع من الرامات طبعا Dynamic RAM لكن بدل ما استخدم عندنا الايش الترانزستورات والسيموس تكنولوجيا القديمة كان صار بيستخدم ايش ما بدات ترانزستورات التخزين بيستخدم عندنا ايش الفليب فلوبس عفوا سوري بيستخدم الكاباسيتورز بدل ايش الترانزستورز اللي كان مستخدم في الفليب لوبس تبع في الفليب لوبس تبعت الاسرام. فالكاباسيتورز هذول هم اصغر حجما وارخص قيمه وبالتالي واسرع في التخزين. يعني هو ايش الكاباسيتور هو مكثف او الكوندنسر بسموه باللغات الكهربائيه في غزه. تمام. فهل هذا الكاباسيتورز ايش الكاباسيتور هذا بيشحن بسريع وبفضي على السريع عمليا فشحنه على السريع وهذا ادى الى زياده سرعه مين الرام الكاباسيتور. Requires constant refreshing due to leakage. طبعا مشكلة الكوندنسر انه ممكن بعد فترة زمنية ما شحناه يبدي شوي شوي يفقد الشحنة الكهربائية اللي مخزنة في قلبه فبالتالي بصير عندنا leakage يعني ايش؟ leakage يعني فقدان للطاقة اللي في داخل تخزين المحتوى تبعه وبالتالي بيحتاج عن constant refreshing. قلنا الاسرام لا يحتاج الريفريشنج عشان يحافظ على المخزون تبعه من البيانات لكن الدي رام يحتاج الكونستانت ريفريشنج عشان بيفقد شوي 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 المخزون الكهربائي تبع المكثفات وبالتالي بدنا عمليه ريفريشنج عشان يحافظ عليها. تمام. هاز سمول نت ميموري سيل سايز يعني طبعا الميموري سيل سايز تبعته صغيره كثير الذاكره حجم الخلايا تبعته صغيره لانه بيستخدم كاباسيتورز بدل ما يستخدم ايش؟ يستخدم ترانزستورز. تمام. The advantages and disadvantages of DRAM او حاجه انه هاي density capacity يعني كفاءته عاليه وتخزينه عالي cheaper cost per bit لانه فيش في ترانزستورات في قلبه بس في قلبه بس كاباسيتورز للمكثفات lower power consumption per bit استهلاك طاقه اخف اقل اللي عندها معالجه او تخزين البيتس بتات يعني هو استهلاك طاقه اقل this advantage must be refreshed periodically انه بدها بشكل مستمر وبشكل متواصل عمل ريفرشنج للمحتوى حتى لا تفقد محتواها من البيانات المخزنه على عكس الاسرام While the RAM is being refreshed, the data cannot be accessed. يعني أثناء عملية refreshing للداتا في الدي رام عشان ما يفقدش المحتوى تبعه. هذه أثناء عملية refreshing تكون blocked الذاكرة أو الدي رام فلا يمكن دخول إدخال أو إخراج أي بيانات له. فبكون هو إيش؟ لا يمكن دخول له. تمام؟ أثناء refreshing. هذه من disadvantages تبعته كمان الثانية. طيب.
الديرام تطوره كان سريع جدا. محمد طلع في 1970، كان انفجر بعدها في الكبر، يعني اكسبلودد مع الزمن. بدأ بكيلو بت فقط ذاكرة شيب الواحد، يعني 1024 بت تشيب. بعدين صار في أربع مباشرة بعد 3 سنين 4 كيلو بت في 73، حتى وصل في 2000 صارت 2 جيجا بت تشيبس، كل بت 2 جيجا بت، وصار فيها قد 84 كمان. المهم هذا الاندستري بتطور شوي شوي. الباكجينج ايشيو ان دي رام، في الباكجينج ايشيو عندنا هذه مشكله لازم ننتبه لها، انه الدي رام صار عنده مساحه السيل الصغيره، ما سمح انه يكون عندنا عادي اللوكيشن تاع التخزين صار كبير جدا، فبالتالي صار موضوع الادريسنج اللي هو مش سهل. هل احنا ممكن نعمل تشيب يعني مليون بن طالع ناجل فوق وتحت بادرس بنز عشان نخزن هذا العدد الهائل من اللوكيشنز اللي صار ممكن نستخدمهم نخزن نحطهم في داخل الدي رام؟ تمام، هذا مش ممكن. فتم لازم نعمل اختيار او فكره جديده عشان نخفف عدد البنز. ايش البنز اللي هو ايش البنز تاعت الادرس بنز تاعت على التشيب على الميموري تشيب. تمام، ف there is a problem with packing a large number of cells into a single chip with the normal number of bins assigned to the addresses. هاي هاي المقصود. For example عندنا 64 كيلو بت chip. 64 كيلو ضرب واحد يعني عند بت واحد must have 16 address lines in one data line. يعني بدنا هما في الحال هذا 16 بن للعنوان. 16 بن للعنوان. To send in the address if the conventional method is used. يعني استخدمنا الطريقة القديمة تحت الاستلام بين 16 بن. This is in addition to the VCC power. هذا إضافة لموضوع مزود باور البن تبع الباور والباور تبع الجراوند والبن تبع الجراوند عفوا والري رايت كنترول تشيبس والسي. يعني عاد اقول لك البنز اللي حكينا عنهم قبل شويه، هذا بخلي انه امكانيه تصنيع هيك تشيب يعني مستحيله او صعبه جدا، او بده يعني شيء بده اختراع جديد. فبالتالي لهذا اخترعوا موضوع اسمه المالتي بلكسنج، ديب مالتي بلكسنج كحل المشكله هذه. ذا ميثود هذه از تو سبليت نقسم الادرس بنز تو هافز لنصين. Send in each half on the address through a the same bin. يعني نستخدم نفس البنز لإرسال العناوين بس بطريقة إيش؟ Multiplexing دي Multiplexing. يعني نفصل الوصل والوصل بين العناوين هذه لنص الشيبس الفوقاني. بعدين النص الثاني لما نعمل وصل معاه نفصل عن الفوقاني يصير التوصيل على النص الثاني من إيش؟ من اللوكيشنز. يعني في عملية إيش سموها؟ مالتي بلكسنج او دي مالتي دي مالتي بلكسنج عفوا دي مالتي بلكسنج لايش؟ العمليه هذه. كيف طب تم تطبيق الفكره هذه على ارض الواقع؟ هايها internally the DRAM structure is divided into a square of rows and columns. قسم الذاكره لمربعات من مكونه من ايش؟ من روز صفوف واعمده. تمام؟ first half of the address is called row and the second half is called the column. النص الثاني النص الاول مكون من الصفوف والثاني ايش الاعمده. تمام، the first half of the address is sent in through the 8 bins A0 to A7. يعني عندنا لو النص الاول بنرسل البيانات عن طريق 8 بنز ايش الادرس بنز الاولين اللي هو A0 ل A7 and by activating grass row address trouble. بمعنى عندنا هاي مثال هو نوع من انواع الدي رام الموجوده في الطبيعه، هو هيك هيدا من برا زي شكله. عندنا كم ادرس؟ هاي اين A0 A1 A2 A3 لعند A7 مضبوط، يعني 8 بس ادرس بت ادرس بنز. يعني عندنا كم بن الادرس ايش؟ 8 فقط، يعني 2 اس 8 بيطلع عندنا عدد اللوكيشنز اللي ممكن نزودهم. تمام، فهو ايش بيعمل؟ دخلنا هالادرس بنز هذه جوا هاجيت في داخل هذا الشيب. تخيلوا انه هذا موجود، هاي الميموري مقسمه لمكعبات مربعات نص الى روز اند بنز صفوف واعمده، وعندنا فيها اسمها اللاتش هاند ملطش في الاول او ايش باخر دخول الاشاره. دخلنا هان ايش الذاكره بتخش طبعا البيانات على العنوان هذا على التنين. عندنا اسمها راس وهنا اسمه كاس ار اس ار اس واس سي اس. تمام، لما نخش مثلا نستخدم على الايش على اول نقطه the first half of the address يعني send through the 8 bins اللي هي A0 to A7 and by activating RAS نفعل الراس هذا
يعني بس هذا اكتف، هذا هو الاكتف، وهذا مش اكتف، بصير اللاتش تحت مش اكتف، يعني هذا غير مفعل، فعلنا فقط الراس. فهو بيستقبل البيانات هذه وبوديها وين؟ على القسم اللي هو المربع من الروز والكولومز سكوير اللي هو مخصص لهم. تمام تمام. فلما يكون مفعل، ولما يكون مفعل بودي عليه. والنص الثاني بيكون غير مفعل، بس بنبعت السكند هاف اوف ذا ادرس، يعني النص الثاني اللي هو المربع الثاني اللي قسمنا له الذاكره. تمام. ذات سند ثرو ذا سيم بنز، نفس البنز. اللهم بنشيل تفعيل الراس اللي هو كان اسمه رو ادرس ستروبل، وبنفعل ايش الكاست اللي هو الكولوم اكسس ايش ستروبل، عفوا الرو ادرس ستروب، وبنفعل مين الكاست اللي هو ايش كولوم اكسس ستروب. تمام. نعمل اكتيفيتنج. فبالتالي في الحاله هذه ذا ادرس هاف اوف ذا ادرس سنت ثرو ذا سيم بنز، نفس البنز استخدمناهم، اللهم فعلنا لاتش لتحت، فهو سيدخل وهذا بيدخلش. فبالتالي استخدمنا احنا نفس الثمانية بن لادرسنج ليش؟ ادرسنج لفوق ولتحت كل مرة، لكن مرة بنخليه نسمح البيانات تخش، ومرة بنسمحهاش هنا، والعكس صحيح، بنسمحهاش تخش من هنا، بنسمحهاش تخش من هنا، وبالتالي تم استخدام الثمانية بنز لادرسنج هذا العدد الكبير من ايش؟ من نمبر اللوكيشن المسموح فيه، أو السلسلة المسموح فيه في الديرام. The result is using 8 pins of address bulls اللي هي من الراس والكاس for total ايش اوف 10 بنز انستد اوف 16 بنز. فبدل ما صرنا هان مضطرين نحط 16 بن، 16 بن خارجي عشان نوفي عدد ضخم من اللوكيشنز في داخل الدي رام، صرنا نستخدم بس 8 بن للادرس، وضحوا كمان بن للراس وبن للكاس هذا. تمام. بنفعل معهم صاروا عمين، صاروا 10 بنز بدل ما نستخدم 16 بنز ايش لمين، 16 بنز لمين لل لا 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 كادرس بنس، وفرنا عدد 6 بنس، وهذا بيخلي حجم الايش الشيب يصير اصغر طبعا بسبب هذه الفكره تبعت ليش الباكجينج لمين للادرسز في الدي رام باستخدام المالتيبلكسنج. دي مالتيبلكسنج اللي حكينا عنها قبل شوي كفكره لتخفيف عدد البنس. نيجي على الميموري او الدي رام اورجنايزيشن. ان روم وي نوتد ذات اول اوف ذيس شيبس عندهم 8 بتس. تمام. في الروم الرام قلنا العدد البيتس 8 دائما 8 بنز، يعني عندنا 2 اس 16 2 اس 4 ضرب 8 دائما البنز عشان يطلع في الميموري اورجنايزيشن. لكن في الدي رام ميموري تشيب كان هاف بعد 1 4 او 8 او 16 ايش اورجنايزيشنز، بمعنى 2 اس 8 ضرب 1، 2 اس 8 ضرب 4، 2 اس 8 ضرب 8، 2 ايش اس 8 ضرب 16 مثلا. عشان الموضوع هذا نفهمه نوضحه بنعمل مثال وخلاص. فعندنا اكزامبل discuss the number of bins set inside، يعني عدد البنز الموجودات على جانب ايش الادرس in each of the following memory، ايش عدد البنز المطلوبه بغير الادرس بنز في ايش في الحالتين التنتين. عندنا حالتين، الحاله A والحاله B. الحاله A بحكي عن الدي رام، والحاله B بحكي عن مين الاس رام. المهم نرجع له 16 كيلو ضرب 4 هذا في الدي رام، وعندنا الحاله الثانيه 16 كي تمام ضرب الأربعة في الإسلام. كيف الأورجنايزيشن تبعها بصير عشان نفهم منه عدد البنز المحتاجينها أو الستس في الأدرس هان. For DRAM we have 7 إيش بنز. For DRAM عندنا 7 بنز. أنا يعني زي ما قلنا قبل شوية من إيش من A0 للإيش للA7 مثلا. فاستخدمنا هان DRAM عندنا إيش الA استخدم في الحالة هذه مثلا الA0 للA6 تمام. تمام. شنو دي رام عندنا باكجينج ومالتيبلكسنج، دي مالتيبلكسنج زي ما حكينا قبل شويه. فخلنا عن A0 ل A7 الادرسز ادرس بنز يعني الادرس بنز اند تو بنز فور راس اند كاس. كيف صارت القصه هذه؟ ال 16 هذه كي ايش بتساوي؟ 2 اس قديش؟ 16000 يعني 2 اس 14. 2 اس 14 هذه تمام مدها 16 ايش؟ 2 اس 14 16 كي. طيب كيف نطلعها؟ فبناخذ عندنا هان الديرام ناخذ 7 بن عشان نعمل كل اللوكيشنز هذولا يا. فبصير عندنا 7 بنز فور A0 to A7 فور ادرس بنز اند 2 بنز فور راس اند كاس. عشان نوصل عليهم كمان اضافه للسبعه بنز هذولا بدنا كمان البنين تبعت الرو اكسس
والايش وكلهم اكسس اللي هم الراس والكاس اللي حكينا عنهم قبل شويه، يتم تفعيلهم عشان ندخل مره على مجموعه الروز ومره على مجموعه الكولومز، بالتالي ندخل البيانات ايش بشكل الترنيتد، مره ندخل على الروز ومره ندخل على الكولومز حسب العنوان المطلوب. لكن في الاسرام عندنا مطلوب عندنا يكون عندنا شو 14 بن. ليش؟ لان 2 اس 14، 2 اس 14 بدها انا شو مباشره عدد ايش ايش البنز، لان قلنا 2 اس اكس بيساوي هو ايش ضرب واي بيساوي المساحه. فعندنا اللوكيشنز عندنا هن 2 اس اكس طبعا 16 كي 16000، فقلنا 2 اس اكس اللي هي عندنا 2 اس 14، فبالتالي عادي البنز هو 14. فعندنا في الاسلام اخذنا 14 بن زي ما حكيت في اول سلايدات، انتبهوا الميموري ايش اورجنايزيشن او تنظيم الذاكره. فاخذنا 14 بن الادرس، وما عندناش طبعا لا راس ولا كاس، نو بنز فور راس ان كاس، وسنس دي ار اسوشيتد مباشره مع ايش بس مع الدي رام، لانه الاسلام فيش في ايش راس وكاس، لانه فيش في عنده عندهم فيش عندهم مشكله مع البنز، لانه اصلا هو السلسله عنده ضخمه، فلا يمكن نحط فيه مساحه عاليه خلايا كثير من التخزين. فموضوع انه مطلوب عاد زياده من البنز عشان الادريسنج اصلا المشكله مش وارده في الاسرام، لانه اصلا بخزنش عاد كثير من اللوكيشن، فبالتالي المشكله غير مش وارده بتاعت الراس والكاس في ايش في الـ في الـ في, في الاسرام، وانما فقط في الدي رام. في الدي رام هان كان 2 اس 14، طبعا عشان طلع 2 اس 14 اخذنا نص مو 7 بنز بالضبط، لانه احنا بدنا هنعمل لنص اللوكيشن في مع اللاتش الاول اللي هو مع الروز، ونص اللوكيشنز مع الكاس، فاخذنا نصهم بالضبط، بدنا بالضبط ايش 7 بنز لايش الادرسنج، بالاضافه لحد احنا ناخذ الروز والكولومز بدنا كمان 2، فاخذنا راس والكاس، فبدنا بالضبط ايش 9 بنز عشان موضوع الادرسنج، يعني واحد راس وواحد كاس وسبعه ايش تمام وسبعه للاي 0 تو اي 7 تمام. فهذه قصه، ارجو تكون فهمت بالطريقه هذه، وان شاء الله يعني اذا فيش مفهوم هذه النقطه ممكن نعمل لايف سيشن على جوجل ميت او الزوم ونشرحها بالتفصيل يعني، بس على العموم هي سهله. احنا هناخذ النص يا الروز يا الكولومز، يعني سبعه بنز، وباضافه لهيك بدنا ايش؟ بدنا اثنين للايش؟ للرو اكسس وايش؟ والكولوم اكسس تمام؟ وهذا الامر مش موجود في الاسرام، لانه عندنا 14 عندنا 14 2 اس 14 اللي هو عادل ايش المطلوب عشان نعمل اللوكيشن 16000، فبدنا 14 بن في الاسرع تمام. In both cases we have 4 bins for data buses، يعني عندنا هان 4 وعندنا هان 4، ايش معناتها في الاورجنايزيشن يقول ضرب 4 هي ضرب الواي، الواي عندنا 4، في الحالتين عندنا 4 بنز للداتا تمام، 4 بنز ايش للداتا. قلنا انه هذول بنحكي عن رام مش روم، الروم دائما 8، اما الرام ممكن يكون 4 او 8 او 16، ملاحظه مهمه. طيب دي رام اورجنايزيشن خلص، هذا ان شاء الله اخر سلايد وهيك خلصنا ان شاء الله المحاضره اليوم. الدي رام اورجنايزيشن ميموري تشيبس ذا داتا بنز ار اولسو كولد اي او، الداتا بنز في الميموري في الدي رام بسموها الاي او بنز تمام، هي ممكن نسميها برضه دي داتا ان وداتا ايش اوت تمام، فالان بوت اوت بوت داتا بسموها برضه ايش اي او هي اوت وين تمام. ان سم دي رام دي راز سيبريت دي ان اند دي اوت، زي ما قلنا مرة بيستخدموا نفس البن للادخال والاخراج، فبكون هو نفسه البن ان اوت، او بكون في عندنا اثنين واحد الان وواحد الاوت في بعض الحالات تمام. الفيجر هذا لدي رام هذا مثلا تشيب هذا بعد دي رام عنده بيكون عندنا 256 كيلو ضرب واحد دي رام تشيب، عندنا 256 لوكيشن وكل لوكيشن بيخزن واحد بت فقط يعني تمام. فهذه فعندنا دي ان ودي اوت، لو كان عندنا دي 1 دي 2 دي 3 دي 4 بس عندنا دي ضرب 4 مثلا، بتكون دي ضرب 4 او ما الى ذلك تمام. With bins A0 to A8 for addresses اللي هي هذه A0 to A7 للادريسز، وعندنا الراس والكاس اللي هي حكينا عنها رو اكسس والايش والكولوم اكسس، هي كلها طبعا زي ما شفنا عليها شحطه من فوق يعني داش، يعني هذه ايش مالها هذه اكتف لو تمام. والدبليو اي رايت انيبل، وعندنا كمان ايش ان داتا ان اند داتا اوت از ويل از باور ايش اند جراوند، هالجراوند والباور سبلاي الفي سي سي، هي الفي سي سي، ولو كان في بي بي بس كانت البي بي موجوده وين؟ في الروم مش في الرام، هذه في سي سي لانها ايش؟
تم تحسينه كهربائيا مباشره، ويا يعني شغال هو شغال المعالج عليه وشغال الجهاز، فبدوش في بي بي بي، بده بس في سي سي اللي هو مزود بالطاقه. اما الروم بده في سي سي وبده في بي بي. ليش؟ في سي سي عشان يزودوا بالطاقه الكهربائيه اللي هو باور سبلاي، تمام؟ تمام. اما البي بي بي عشان برمجه، هو بتبرمج الروم، اما الرام بتبرمجش، هو بتخزن المعالج نفسه بياخذ عليه بيانات بخزنه في قلبه عشان المعالجه مؤقته، وثم برجعهم كم مره كاوتبوت، او برجعهم كم مره يخزنهم في الذاكره، ايش الثانويه او ما الى ذلك، تمام؟ او اي ادوات الاخراج، او اي من وحدات الاخراج طبعا الاخرى، يعني طباعه او ما الى ذلك، تمام؟ فبدوش في بي 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 اصلا في الرام. على اي حال لا يبرمج من قبل الطرف الخارجي، لو المستخدم ولا التصنيع. هذا بالنسبه لانواع الذاكره المختلفه، ان شاء الله تكون المحاضره مفيده واخذت فيها معلومات زياده عن موضوع الذاكرات وانواعها وتفاصيل عملها وتنظيمها والاورجنايزيشن تبعها وما الى ذلك. ان شاء الله حكون في نشاط على الموضوع هذا واسامن. وانا كان في مش مفهوم، تواصلوا معي على الواتساب جروب عشان نحدد موعد للقاء مفتوح مباشر من اجل الاسئله والاجوبه. بارك الله فيكم ويعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.